قامت قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر الماضي. وذكر المتحدث العسكري أن الفعاليات تضمنت تنظيم زيارات لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات القومية العملاقة وعدد من الوحدات العسكرية، بالإضافة إلى زيارة معرض إيدكس 2021، وكذا تنفيذ زيارة لطلاب جامعة بني سويف لمصاب العمليات الحربية. على جانب آخر، تم تنفيذ الندوة التثقيفية 27 والندوة 6 عن الثقافة الرقمية في ظل أزمة كورونا. وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من أصحاب الهمم الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية.